فتحت لنا مجال كبير، فتحت لنا منصة اسمها منصة العمل التطوعي. ما شاء الله. تستطيع أن تطوع في كل مجال، أكاديمي، مهني، فني، تشكيلي، ثقافي، تطوعي، خيري، إغاثي، إنساني، تعليمي. ما شاء الله. بالعشرات. لكن يبغى لها الجيد اللي شرواكم. شرواك اللي يقمز ولا ينقز ولا يشارك. اليوم الجمعيات عندنا بالآلاف في السعودية، اللهم لك الحمد. السؤال يطرح، أنا أطرح على نفسي وأطرح على عليكم أنتم يا شيخان المراجل، وأطرح على المشاهد والمشاهدة. في كل حي الآن أصبح فيه لجنة أو مكتب أو جمعية. طيب أنا دوري كجزء من مجتمع الوطن، وش دوري؟ نعم. هل شاركتهم؟ هل سلمت عليهم؟ هل رحت وشفت إيش عندهم؟ وحنا في شهر المبادرات، شهر رمضان اللي فيه الإحسان والخير. خلينا نتكلم عن مستوى مبادرتنا اللي دكتور عيد جزاه الله خير تكلم عنها، قال فينا وفيكم خير. خير. عندنا مبادرة اسمها فينا خير. فيها نخبة من الشباب بقسميهم الأولاد والبنات والكبار والصغار، تقدم الحمد لله يعني مبادرات إنسانية مجتمعية. قدمنا في رمضان إلى اليوم 14 ما شاء الله 3 مبادرات. ما شاء الله. قمنا في اليوم الأول ليلة الجمعة الحمد لله بتطهير وتعقيم وتنظيف وتطيب بيت من بيوت الله عز وجل. ما شاء الله. لأن إذا جاء المصلي وشم ريحة البخور وشم ريحة التعطير وشاف الله يكرمكم دورة مياه مصينة والمكيفات طال عمرك منظفة وشاف المكان يكنس يرتاح. الناس ودهم بالزي. ولا الوزارة الإسلامية ما قصرت، نظفت وسوت وشركات، لكن هذا دوري أنت وأنا في المجتمع. ثانيا كان عندنا دور السلال الغذائية، بعض الناس المحتاجة المتضررة. زين تخيل يدخل عليها أصناف الطعام اللي أكلناه من شوي، القيمات، السمبوسة، الشعرية، المكرونة، العصيرات، باتفاق مع جمعيات. المبادرة الثالثة الحمد لله شبابنا أمس قدموا إفطار الصائمين عند الإشارات الحكومية والرسمية بالجهات الرسمية والحكومية عند الإشارات، فطروا بالمئات كم واحد المستعجل ما شاء الله ويبغى يلحق، لكن الزحمة. فتخيل لما تفطر تأخذ أجره، قال عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله مثل أجره. فهذه المبادرات ليست من صنعنا، إنما هي موجودة في المجتمع، لكن نحن نطور ونأخذ ونبادر ونشارك. والحمد لله ان المجال مفتوح. الجمعيات اليوم انا امسي على كل الجمعيات عندنا في اقطار المملكه من شمالها الله يبيض وجيههم لشرقها من غربها لجنوبها. جمعيات لكن تحتاج الاكفاء اللي مثلكم وشرواكم، تحتاج الدعم المادي. حسنت. والحضوري والمعنوي والمشاركات والرتويت في تويتر والنشر في سناباتهم. يا اخوان ساهموا، بادروا. الله جل وعلا يقول فاستبقوا الخيرات. حسنت. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا. نعم. الله يبيض وجهك. وجهك وفعلا أبنى. مثل هذه الافعال يستاهلون هلها انه قال لهم فيهم خير. نعم. لما انه جاء الاسم على ما فعل عليك. يا سلام ما عليك والله فيكم خير، وابشرك مجتمعنا فيه الخير وشبابنا فيهم الخير، وانه مجتمع الطيب اللي ما يخلى منه ان شاء الله دايم. الله يوفقنا واياكم. الاستاذ مبروك، تفضل. الله يسلمك. بحكم عملك كمرشد تربوي في الرياض، كم لك سنه في الرياض ما شاء الله شيخ مبروك؟ أنا اشتغلت في الرياض الحين 23، وقبلها اشتغلت في محافظة عفيف 15 سنة. ما شاء الله. يعني ما شاء الله في السعودية 38 سنة أو 36 سنة، كلها في مجال التعليم. كلها في